كأوض بطو شرعية شرعية هدو شخص كأوض بطو وحاطي ما ليس كالسوني دي شعبك كالسوني دي سياسيين تا كالسوني دي مدى اسكو قبطي عدو ناس كالسوني العام تاسنا وحاكات دعو ناس امن دهو مركة هدي اعرطي امن كشاق يسو وآي المكهور رب العالم تواحي كينا يا امن درارة وحيا لها كينا يا امن درارة وحاكمي عدالة درارة وآي كمي تهي محكمة لها إيه اللوس النين وحان أبنى هاي ملاح جوكتا حفيز كودي أو شقايا ليسا أفكو دنبو قلي كرا أنا إذا مدى هاي ودنبو لها إيه دنبو مريا مدى هاي لكن إن إنتا لغوصة ورد حفيز كيسي لغوطة بني هاي كميت كرا ملاح هنا إساقو إيريسا أو دنبي مع دين لغوصة إيريا محكمة دي إتاو وصو جيدين ليلة سو جيدين تي ولهانا حقوقي عيداً كالقدوسي أمن الدراء وحاكمية كالسونية عيداً كالقدوسي وأيو وحا أمنك لفلاين السواه وعيداً كو عيداً كحقوقي وعيداً العالية وإن المشاهرات كوبي هلان وإن هلان نوشوه أذكر بها توبر لقلين إياه توبر كمركة صباحان مدي أرسانة حرب لقلين لها أفكر الواحد لقينا يا فرن فرن تبمر ماله سي لوجي يا لوجي أفكر يا مركا مركا وان هوش أو كجرا يسال تبمر لهين أو يسال نسينا لهين ويسكو بدل أسرع ويسكو بدل ميا وحقتك نقرأ يا أمي وحا صوتا وحا ولينا يا مركا سياسة أمي انت الكولية سيا أكتهين marka ku soo laabto qodobka hadaan ka hadlayaa xuquuqda ciidanka ciidanku waxa ku shaqeynayaan ayaga wax duruufo badan bay ku shaqeynayaan ayaga wax garanaysa ku filan oo soo aan heysan waxa kaliya ay heysanayaan waa sharaf iyo darajo qofku darajada ciidanku uu haysto waa shaqadii uu soo qabtay qaranka shaqada qaranka uu soo qabtay marka ku waayi karaa dambi uu ka galay qaranka waxaa qeexaya xeer lambar labo oo la soo saaray 1963 bisha 20-aad qoobkiisa 21-aad wuxuu qeexayaa waxa uu askarigu ku waayi karo darajadiisa askarigu wuxuu ku waayi karaa oo kaliya xukun maxkamadeed ayuu ku waayi karaa حكم محكمة راد أن كيرا الشنصرة أسكري لو ما قاعد كرا درجيز درجة نميس الحكم متأسن كرا حكم محكمة راد أو كير أن كيرا ست حساب ودرجة نميس هاد درجة وحاقية حي قوة كلاواتن يلاوات إصلاح إرتاس أوكي وحان شغني إن شرعي دعوة عن الإلالين sabab oo loo sinnaan in qayb ka tahay amniga okay xukuumadu marka ma ilaalisa xilliga hadda aan joogno shuruuc oo wadanka u taala ma qayb ka dhanka ah ee kuka oo lagu tuntay si aan ognahay mas'uuliyiinta ugu sareysa nabadsuugida hay'adda nabadsuugida marna shaqo ciidanka nabadsuugida sida ognahay dastuurkeena uu qaraa qodobka 27-aad qodobka 27-aad wuxuu qabaa ciidanka qaranku inay yihiin afar ciidan ciidanka xoogga dalka ciidanka booliska ciidanka nabadsugidda iyo sugidda ayadoo sidaas tahay isla qodobka qodobka 26-aad ayaa qeexaya kaas qodobka 27-aad wuxuu qeexayaa ciidanku inay ka madax banaanaadaan siyaasiyiinta iyo siyaasadda waxaa malax ka ah عيدا كنا مسلمين بسياسيين دستور كو حصر أكمام حيرات عيدا كو حصر أكمام وأخين حلت لحق اسكسوا بنامته أيها لك أي سلاس هاي مسؤول مركة عن شرعية كل إنسان دستور محكمة دينا دعوة إيه كتاو مفقية شيء سجيني مفقية شيء شخصية دعوة إيه كتاو برانت عن شرعية arinta ay waayay marka sarkaal ka tirsan ciidamada waxa loo qaanay darajada siyaasadda taa marka inta uu gudbo
أمي جوا حلوس الكراس يا صد أمي إما سمية رئيس وزاره مركي وكمسونية حكومة دي سؤالين الله كهي قرشة قرشه إذا سكما عدين سياسة أمي بانسوا حقو عدين هم لا أمي إنو ربين وأمي جا وكوشة قيلة وذكر أنه قاسيو وحاكم إذا هيد تلياشا وحنشيريا وقرشيه وموكي من الجارها موكو كاملة تلياشا سراكيشا يحيى دوريال أمي وحنسين دونا من جسد المالين جهودا إنه يكون كينا قرش أمي ما يسوح أتوعد قرش ما تسؤولها ما يسنتين قرش هاس أو لو حسيني العاصمة دا مدلق بلوبا وقت اللي فوقه هنسل ان انا هاي سنة بلوبا واسكو دار اسكونا قونا فزديت وان بلوبا يوضا قونا هو حسيني وحنسوي جيدين يا عمركا ان برايم ريستر كان لو يورو لو يدينيو قرشيه امي خبرا ووصف رايان قلت واحا امامه ما وحي اهيد امر دارو مسا امي حياة بوضع كسرية ما كان أحياء كسوقاته وحياة على وجه يجيئين شباب كوى هلتان قوى كتبارة مسكنين قل مدن وحياة كده علي بيش هذا لصور عفوي قوى يا هذا قميديو لحن قاريا إنا إنا بديت كوى واف دوكتين كدبنا أي كو خسبان إنا عرور تولي أي أنا بديت كسو بنتيان عرور قاريسة إلا بقل كبرا oo mid ka ugu weyn uu jiro 15 oo 20 jiro iyo wax saas ah ayaa lagu dhigay waa siyaasada fog ee ay leeyihiin dadku arorta 20 jiro ay wax loo diyaarinayaa mustaqbalka fog sidoo ay nabad nabad baahanahay halka annaguna aanan hadda garanayn siyaasada ay ka leedahay xukuumadu mustaqbalka hadda aan joogno ee aanu waxa ku soo gabagabeynaya baarlamaanka waxa waajib ku ahaa in la xisaabtamo dokumenta isla xisaabtan ku ahaa in la ka ku baaqo in la tan ka markii saana la shaqeynayna allah iyo ra prime minister ka wasiirkiisa amniga qorshaha amni ee fashilmay iyo midka hadda ay wadaan labadaba halkaan ma la soo jeediyay